السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الخطوات اللي تعملها لو كنت صيدلي او طالب في كلية صيدلة وحابب تنزل تشتغل في كوميونيتي فارماسي في مصر؟ اول حاجة بتدخل على الجروبز اللي بيكون عليها الاوبورتيونيتيز زي الجروبات التليجرام او جروبات الواتساب او سواء كان جروبات الفيسبوك زي مثلا جروب اوفرز فور ذا فارماسيست وغيره من الجروبات اللي انت شايفها دي. شفت اعلان عجبك زي صاحب الاعلان ما هو منزل بالظبط، هتبدا تتواصل معاه بالطريقه اللي هو حاببها. يعني هو مثلا كاتب تواصل واتساب، تواصل فون، تواصل على الايميل وهكذا، بتبدا نفس الطريقه اللي هو كاتبها بتبدا تتواصل معاه بيه. هو في الاول كده بيبدا بس يسالك اسئله مبدئيه والحاجات اللي بتكون بالنسبه له فيصليه، يعني مثلا ممكن يكون ما بيقبلش الطلبه، ممكن يكون برضو عايز سنين خبره معينه، ممكن يكون هو طالب فريش جرادويت، ممكن يكون هو بيطلب طلبه، او ممكن يحتاج مثلا ميل علشان شيفت معين، او ممكن محتاج حد متخصص في قسمه، فبيبدا يسالك اسئله معينه علشان يقرر هل هيبدا يقعد معاك في الانترفيو ولا لا.